استأت كثيرا مما ذكرته الإعلامية المحترمة الأستاذة لميس الحديدي من أنها تقترح أن يكون الحج أونلاين. استأت ليه؟ كل واحد حر يقترح كما يريد، ولكن يؤسفني جدا الأستاذة لميس الحديدي. يعني أنا من الناس المعجبين بأدائها حتى وإن اختلف معي البعض واختلف معها، ولكن لما حد يجي يقول بوزن لميس الحديدي الحج أونلاين وهو مسلم لازم أحزن. ليه؟ لأن للأسف الشديد، وأعتقد أنكم أنتوا تتفقوا معي، أن ده بينم أن ليس لدى الأستاذة لميس الحديدي أي ثقافة دينية، لم تقرأ لا في كتب الفقه ولا أصول الفقه، ولا حتى ربما، مش عايز أظلمها، ربما لم تتصفح أو تقرأ حتى القرآن. ليه؟ النهاردة من غير خناق ومن غير ما نقول إعلام موجه، ولا البلد بريئة من كلمة إعلام موجه، بالعكس البلد عايزة إعلام قوي، إعلام في رأي، إعلام في ناس بتقنع الناس، مش ناس تنفر الناس. البلد عايزة ده، وإحنا بلد محترمة وفتية، وعندنا رئيس متدين وبيتقي الله، وأنا عارف بقول إيه. لما يكون هناك نصوص لا يصح أبدا أن يكون هناك اجتهاد مع النص، دي قاعدة فقهية، وانت كإعلامي أو إعلامية لازم تكون ملم وعندك مكتبة وبتقرأ ومثقف عشان تعرف ترد على الناس، وعشان لما تيجي تقول اقتراح الناس ما تتريقش عليك. لكن أنا مش هتريق، أنا زعلان لأن الأستاذة لميس الحديدي حاجة مهمة بالنسبة لي. يعني أنا لما بعوز أستمتع في أي حديث عن الاقتصاد ليس هناك أفضل من لميس الحديدي في الوطن العربي في المال والاقتصاد، وأنا عارف بقول إيه، وهي متخصصة في ذلك منذ أن كانت تكتب في الأخبار، لأن أنا متابع جيد لها من زمن. ولكن أنا بهيب بها من معزتي لها أن تعتذر عن هذا الاقتراح. أولا في القرآن الكريم هناك آيات كثيرة تؤكد على وجوبية مناسك الحج، أنها فرض، وأذن في الناس بالحج يأتوك، يعني أذن يا إبراهيم في الناس بالحج يأتوك، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، شوف كمان يأتونا من كل فج عميق، ما قالش القرآن سيأتونا ولا ممكن يأتونا، لأنه قمة الفصاحة وتحدى الله به العرب. يأتون يعني مع التلبية مرتبطة بالذهاب، التلبية يعني الاستجابة لنداء إبراهيم، وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا، ورجالا هنا المطلق للسيدات والرجال وليس رجالا، وفي بعض التفسيرات على رجليهم، يأتون من كل فج، من كل مكان في الكرة الأرضية أيا كان عمقه وبعده، حتى في المناسك. ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم، بص، وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني بص في كل حاجة أمر، بص يعني وليطأمر، يأمر الله بالطواف. بكت الكعبة وحزنت، فقال لها الله عز وجل في هذا الحديث: ما الذي يحزنك؟ قالت له: قلة زواري. فقال لها: ألا يكفيك 70,000 ملك يقفون حولك كل يوم؟ حتى الناس العلماء متخصصين يقول لك ايه، تأدب وانت في الطواف، فانت جنبيك ملائكة بيطوفوا معاك، 70,000 ملك يطوفون حول الكعبة. يعني أنا يا أستاذة لميس، ربنا كتب لي العمرة في كورونا، كنت وحدي مع الحراس والعمال النظافة في البيت الحرام، أنا بكيت
انا بكيت والله، انا بكيت ما صدقتش. وانتوا كنتوا بتشوفوا في التلفزيون ايام كورونا، كنت بمشي بشارع الخليل ابراهيم او شارع الهجره، المحلات مقفوله ومش لاقي حد، وقفل علينا الطيران وقعدنا شهر قبل ما سافرنا. ومن العمر اللي ما انساهاش طول حياتي، حتى صوري وانا وحدي لغايه دلوقتي ببص لها واقول سبحان من يغير ولا يتغير. النهارده 4 مليون ولا 5 مليون ولا 6 مليون حاج. يعني انا مش مصدق ان الاستاذه لميس الحديدي ما قريتش او ما تعرفش قمه التجلي من الله عز وجل عندما يتنزل على اهل عرفات، يتباهى. يا ربنا يا لهوي، ربنا بيتباهى بينا. يعني الرسول بيقول لك ايه؟ اني يعني فخور وبتباهى بيكم امام الامم يوم القيامه. ربنا بيتباهى في يوم عرفه. انظروا يا ملائكتي، شوف الحديث الصحيح القدسي، انظروا يا ملائكتي عبادي جاؤوني. بص بص ربنا يا استاذ لبيس، انا مستغرب يعني مش مصدق اني قلت الاقتراح ده. جاؤوني، شوف جاؤوني شؤثا غبرا، لابسين كفنهم في الحياه، حتتين بيض اللي عن الدفن والموت بيهم، اشهدكم اني قد غفرت لهم. طب السعي بين الصفا والمروه اونلاين ازاي؟ الطواف ازاي؟ رمي الجمرات ازاي؟ المبيت في منى ازاي؟ نفرة الحجيج ازاي؟ مزدلفة ازاي؟ الوقوف بعرفات ازاي؟ ده حتى بص ربنا، أنا مش مصدق والله. فإذا قضيتم مناسككم، شوف شايف؟ يعني لازم تعمل المناسك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. يعني ربنا قال اذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرى. عشان كانوا في الجاهلية يقعدوا يتلموا ويقعدوا يحكوا عن الأنساب والتفاخر، فربنا قال لا، اذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرى. ده احنا بنوكل في الجمرات وبندفع سك الأضحية تيسيرا، لأن لما ازدهمت الدنيا وكثرت الأمة وعددها زاد، العلماء اجتهدوا، فهناك تيسيرات حفاظا على الأرواح. وبعد كده ده في حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا لثلاث: مسجدي هذا، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس. ولذلك حتى هذا الحديث بيستند عليه بعض العلماء، انه لا يجوز ان تخرج من بيتك بنيه انك تزور الحسين ولا السيده زينب ولا كذا، وان كنا نحن نحب اهل البيت والكلام ده، ولكن بيستندوا على هذا الحديث، وهو حديث صحيح انه لا تشد الرحال ولا يجوز السفر الا لثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد بيت المقدس. وكأني أستشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا اداله من العلم ما هو فوق كل ذي علم، على الرغم أنه أمي تحدى الله به الأمم، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن إلى أن نموت بيواكب كل العصور، كأن الدين والرسول كانوا عارفين أن عبا في أونلاين طبعا. فعشان كده كل الأوامر في مناسك الحج تأمرنا بأن تؤدي المناسك. ولذلك يعني آخر حاجة، يعني عشان أنا مش بتاع دين ولا حاجة، يعني آخر حاجة بقولها للأستاذة لميس، يعني المسلم إن لم يطلع ويحفظ فعلى الأقل حفظ أركان الإسلام الخمس. بني الإسلام على خمس، يعني بني الإسلام على بنحفظهم لعيالنا لعندما ينطقوا، يعني الطفل لما بيبدأ ينطق بنعرفه أركان الإسلام. يعني هل يا أستاذة لميس وأنت طفلة ما علموكيش أركان الإسلام؟ يعني عيالنا وهي بعد ما يعني يا دوبك تقدر تنطق بالمكسر بنحفظها الفاتحة وقل هو الله أحد ومحمد صلى الله عليه وسلم وأركان الإسلام؟
ألف ب عشان يتعلموا حتى بيهم النطق، حتى اللي بيبقى يعني متعلم ولسانه تقيل الدكاترة بتقول خليه يقرأ قرآن كتير، لأن القرآن بيعلم طلاقة اللسان. ما تعلمتيش وانت طفلة أركان الإسلام الخمسة؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبص وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالأونلاين اللي بتقوليه الإسلام سبقك من 1444 سنة لما قال لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. الحج يتساوى فيه الملك بالمملوك، يتساوى فيه الغني بالفقير، تتلاشى فيه الأنساب، تنحدر فيه الأحساب. لا فرق بين أعربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، لا باللون ولا الشكل ولا المال ولا الجاه ولا السلطان، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنا طبعا الفيديو ده لما وصلني زعلت لم نصل إلى هذه الدرجة، لأن ذلك مصدر إحباط ومصدر تعاسة. أن يخرج على شاشات إعلامية كبيرة تتحدث عن حج أونلاين، الفيديو اللي وصلني، وعشان أبقى أمين قيل، لأنه الفيديو عمل ضجة، قيل إن الفيديو يعني اقتطع منه أجزاء والمحتوى غير موجود. عشان كده بقول أرجو إنها تطلع توضح، وإذا كان هذا صحيح تعتذر عنه، وإذا كان الفيديو فيه لعب تعرض الفيديو كاملا عشان أبقى أمين وقلت كل حاجة. ولكن تظل تميز الحديدي، أنا بقول لك لها في قلبي مكانة خاصة، ولكن الموضوع يا جماعة جلل ومزعلني. وأرجوكم مش هقول غير زي ما قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ربنا يديله الصحة ويرعاه شيخ الأزهر، أرجوكم ابعدوا عن الدين وابعدوا عن السنة، أرجوكم ابعدوا عن الدين وعن السنة. هذا الشعب شعب مؤمن وشعب محترم وشعب بيحب الدين جدا وبيحب بلده جدا، لأن الدين هو الذي علمنا حب الوطن. فأتمنى أن يكون في توضيح وعرض كامل للفيديو حتى يكون هناك إيضاح للرؤيا، لأن ما جاءني شيء أزعجني بصراحة. فإذا كان كما عرفت أن الفيديو مقتطع أو إدى أجزاء منه و يعني اقتز منه ففقد مضمونه، يا ريت تعرض الفيديو كامل وتوضح للناس. وانا اشوف اذا كان الفيديو الكامل عكس ما وصلني برضي، يعني انا في حقوق، لو في حقوق كنت ممكن اجيبه واعرضه لكم.